يا استاذ حضرتك منورني. الله يخليك. والله العظيم ما تتخيلش حضرتك مدى سعادتي ان حضرتك معايا النهارده بجد. ميرسي يا اشرف، انت بني ادم لذيذ. الله يخليك. والله ونفسي اعمل لك اكله عجيبه. انا خايف من الاكله العجيبه اللي انت هتعملها دي. خايف مني انا عارف. هتعمل لي ايه بقى؟ اكله صيني. صيني؟ بتحب تاكل الصيني؟ ساعات باكل الصيني بس باكله مش في الصين، باكله بره لما في الصين متهيألي صعب قوي. لا لا لا، ما بيقولوا حتى الاكل الصيني في الصين وحش قوي. والله لما تاكل صيني في باريس مثلا او في مطعم في بلد تانية بيبقى جميل خالص. بس في حاجه دلوقتي طالعه ولادي بيحبوها قوي. حاجه كده منيله مش اسمها شوسي بان ولا سوشي. سوشي لا 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 ما استوعبتهاش. لا لا ما استوعبتهاش. انت بتحب الاسماك يا استاذ؟ بحب الاسماك، لكن ما ينفعش تاكلها نيه مع لا لا احبها بالطريقه البيتي يعني، المشوي مقلي توم صينيه بتاع يعني توم مش كتير يعني. لكن اللي هو التتبيله بتاعتنا احنا دي برضو اللي هو الاكل بتاعتنا البوري المشوي الحلو. لعلمك احسن سمك كلته في حياتي في اسكندريه. اسكندريه نفسها طبعا. سمك البحر الابيض ده لا يعلى عليه. ايوه حقيقه يعني. انا مره في فرنسا الراجل ما بيعرفش انجليزي وانا حافظ انجليزي تمام يعني. يعني يمشيك. يمشيني يعني. اكلمه ما فيش. في النهايه شاورت على واحده على جاب لي عباره عن بتاع عباره عن تلج وفيها كابوريا نيه وفيها. انا اكلت الطبق ده. ده ايه ده؟ ده في حته في ده في البيجال. في مطعم اسمه رجل الخنزير. رجل الخنزير المطعم اسمه كده. انا مره كنت في المانيا في كيلن. ففي مطعم كده انا فجاه لقيت فخده خنزير. فخده معديه كده، فخده حاجه فظيعه. ببص لقيتها رايحه فين؟ لقيت واحده ست قاعده. ايه رايك قامت بالفخده الخنزير دي لوحديها؟ واحدة رايح لها فخدة خنزير هتاكلها لوحدها. وكلتها. فأنا قعدت مستني أشوف إيه. هم عندهم حاجة هم أصل الألمان ما عندهمش مطبخ. يعني فرنسويين في مطبخ فرنساوي، الطلاينة في مطبخ طلياني، حاجة الأسبان. إنما الألمان ما عندهمش مطبخ بالمعنى. عندهم حاجة اسمها هوس تاجن. هوس تاجن. هوس يعني بيت، وطاجن طاجن. ده طاجن بتاعنا. تركي يعني تقريبا يعني، لأنه تراكوا ليهم برضو مصطلحات ليهم مصطلحات. وفي ألمانيا بالذات جالية كبيرة فليهم شغل هناك يعني. الهوس تاجن ده حاجه زي اليخن كده يعني. انما كان مش بطال، كان ريحته كده جميله. حضرتك عملت اعظم يخني. ده كان في حكايات الفتى الطاير. كان في الفتى الطاير. في الفتى الطاير. كان مع المهم كلوه ناموا نوم الصعايده ناموا نوم. كان توفيق دقن الله يرحمه. لا كان عادل كاسب الله يرحمه. عادل كاسب. كان عادل الدبوسي الكبير. وقعدت تقول له انا هعمل لكم يخني عجب. عجب. ايوه انا هبتدي ايه؟ هو ده انت هتعمل ايه الاول يعني؟ هعمل لك بقى اللي هو كومباو. مين؟ كومباو؟ مش كومباو. كومباو ده لعيب كوره. كومباو يا ريس يعني دي اكله صيني. بص بقى المطبخ انا عمري ما دخلت مطبخ والله، ما اعرفش اطبخ خالص. وحتى زمان يا ريس قبل الجواز لا لا لا، اصل انا طول عمري بيتوت يعني عايش في البيت يعني. فلما اتجوزت بقى فجوزت مراتي هاله. فقالت لي انا ما اعرفش اطبخ. قلت لها الله، هناكل طول عمرنا سندوتشات يعني ولا ايه؟ فبقى ايه اديتها لامي بقى الله يرحمها. اتعلمت منها بقى. انا كنت ما اعرفش اكل في غير من ايد امي الله يرحمها. ما كانش في مطاعم زمان يا ريس يعني؟ كان لا هو كان دايما اللي هم بتوع الكباب والكفته مثلا بتاع سمك. لا لا كان في مطاعم. كان في مطاعم عندكم في الحلميه بتاع اسمه لا مش في الحلميه ده حاجه تانية خالص. مطاعم بره بتكلم على وسط البلد. الحاجات دي كان في ريجنت وكان في المطعم اللي عملوه دلوقتي اللي هو قبل الامريكان كده على النص كان اسمه ايه مش فاكر بالظبط. كان بيعمل نجريسكو جميل جدا. فلما اتجوزت بقى مراتي امي علمتها بقى الاكل يعني. ما تخافش يا ريس ما تخافش. طيب وانا مش هعمله كله عموما. دلوقتي بقتش يعني ما كنتش قادر اكل ايه من ايد غير من ايد مراتي. طب وكان ايد وبعدين بقى المهم ايه؟ مره مراتي قالت لي انا عايزه طباخ. ايه طباخ؟ يعني طباخ ايه؟ يعني قلت لها ايه طباخ؟ يعني الطباخ ده يعني مستولين اللي هو عند الناس بقى اللي بشوات انت مش انت ربنا فتحها ليك وركبت عربيه مرسيدس ويعني انا كمان من حقي ان انا يعني اريح كمان شويه ويجي طباخ. ويجي طباخ. وجبت طباخ. جبت طباخ. لكن تتذكر الاكله اللي كانت والدتك بتعملها
عمرك ما تدوق زيها. صينيه البطاطس باللحمه بالصوص الاحمر. صينيه بطاطس عاديه، بطاطس في الفرن. يا خبر ابيض مع رز وطاجن الباميه باللحمه. ايوه. والملوخيه، طشه الملوخيه دي بتاعت امي كانت تخليك تهرول على روحك كده يعني، يعني تريل يعني. لا بس فعلا امي كانت طبخها المحشي. وبعدين عارف امهاتنا اصلحنا اللحم عندنا ما كانتش متيسره قوي يعني، يعني مش مهم قوي، كل واحد لازم ياخد منامه كانت امي الله يرحمها بتعمل اكل جميل جدا، حتى مش لحمه يعني، شويه فول مقلي. عارف الفول اللي هو الصاص ده الابيض، فول اسمه فول مدشوش، فول مدشوش، فول مدشوش، فول مدشوش. تعمله بالصلصه بالبتاع، كان بيبقى جميل جمال. المحشي مثلا، المحشي السخن بالشبت. ايوه. محشي ايه بقى؟ كروم كروم كروم. ده كان اجمل محشي، وهو مولع. بتبقى يعني اكله الواحد. طب افكرك بايه في المحشي يا ريس؟ ايه الصوابع اللي تحت المحروقين دول؟ لا انا كنت احب الابيض ده والله. انا اللي كنت باكل محروق اللي هو لسه طالع والحله مولعه. بس احنا بنفرح قوي بقى لما الطباخ يزعل او حاجه او يتاخر او يغيب او بتاع لغرض. فهلا بقى تخش المطبخ، هي بنبقى سعداء انا والاولاد بطريقه جميله جدا. لكن ما عملتش يا ريس قبل كده، ما دقتش، او والدتك الله يرحمها ما عملتلكش سد الحنك؟ يا ساتر، اعوذ بالله. ده حاجه، ولا المرته؟ المرته لا اله الا الله، المرته ده حاجه. طب ما حبيتهاش؟ لا لا لا، ده حاجه تودي، ده حاجه تودي الاسم. يعني انت لما تاكل سد الحنك تحس كنت عايز تروح الاسم. ايوه. وهو سد الحنك المقصود بيه فعلا يسدوا حنك، يسدوا حنك سد الحنك والمرته. لا انا كنت، انا ما كنتش اكيل لحمه على فكره، انا كانوا ياكلوني اللحمه بالعافيه والله. وكنت يدوني اللحمه من غير حد ما احس كده، اروح ايه راميها تحت السد. ياه. انا كنت احب اللحمه المشويه، الريش المشويه بس. انما اللحمه الطبيخ دي ما. لكن حابب الطبيخ نفسه، حابب الطبيخ، طبيخ مع رز مع سلطه مع بتاع. كنت احب كمان البقوليات، اللوبيا، الفاصوليا الناشفه، الحاجات دي تعمل بالصوص برضو. الاحمر بتاعنا ده، القلقاس اللي هو بالسلق. ايوه. ايوه لونه مخضر كده شويه. الاكل الجميل بتاعنا ده هتجوعني وانا عمال اعمل صيني. انت بتعمل ايه؟ كابو كابو كابو. اهلا كوبو كابو كابو كابو. كابو. كومباو كومباو كومباو. قال يعني هو هيختلف، قال يعني هتغير. الكومباو. طب مش حضرتك زراعه؟ طب ايه اللي يعني، انا شايف ان دي كلها حاجات جديده علينا. دي جديد، انا شفتها في امريكا بقى. امريكا اولا احنا للاسف كانت كليه الزراعه جامعه القاهره كان يعني تقريبا تاني كليه زراعه في العالم. في العالم كان اول كليه زراعه زراعه كاليفورنيا. يليها مش عارف زراعه حاجه تانية كده، او على طول زراعه القاهره. زراعه القاهره مش في التصنيف خالص للاسف. للاسف الشديد. فدلوقتي عارف في امريكا اصل الفلاح مدعم في كل حته في العالم. حتى في امريكا الحكومات بتدعمه. وبعدين بيبقى في علاقه بين الكليه والفلاح. يعني الفلاح مثلا بيحب يهدم حاجه على حاجه، يقوم ايه يستعين بالاساتذه بتوع كليه الزراعه بتاعت كاليفورنيا. ثم مثلا كليه الزراعه تدعوه ليلقي محاضره في الراجل فلاح. في انا شفت مره في فرنسا كرنفال ضخم وزرع جميل وورد وبنات زي القمر بتاع الفرنسويات ولابسين ملابس كده جنسات اياها دي والسلابوتات الحلوه وعربيات على تريلات وبتاع. قلت ايه الاستعراض الجميل ده؟ اتاري مظاهره عشان ايه؟ بينادوا بحاجه يعني؟ الفلاحين مش معاجبهم المعونه اللي بتديهم من الحكومه الامريكيه. فعاملين مظاهره، فبيقولوا للعالم احنا اللي بنعمل لكم ده. فتشوف شكل الخضار والفاكهه والورد اللي معمول. يا سلام، يفتح نفسك ل يعني هم بيعبروا الاول احنا بنعمل ايه؟ بنعمل ده. يعني انا دخلت سوبر ماركت في امريكا. الفلفل ده بقى جميع الانواع الالوان. يعني فلفل احمر، فلفل اصفر، فلفل اخضر، فلفل موف. وبعدين
في الفلاية قد كده، في الفلاية قد كده، لغاية ما الفلفل قد كده. الأحجام كلها. أصل طريقة العرض كمان في أمريكا وفي الحاجة، أنا مرة دخلت محل يعني سوبر ماركت كبير، مش سوبر ماركت، محل للأدوات المنزلية والحاجات دي، أتفرج. اشتريت شاكوش. شاكوش. شاكوش أحمر جميل جمال. عجبك شكله؟ عجبني شكله، أنا مش عارف هستعمله في إيه، إنما اشتريته وللأسف نسيته في اللوكاندا اللي أنا كنت فيه. بعد ما عجبك شكله واشتريته. بعد ما عجبني شكله واشتريته. يعني الألوان دي هم مهجنينها. هم مهجنينها. دلوقتي أعظم أكلة في الدنيا طبق السلطة اللي فيه جميع الألوان. كل الالوان، كل الالوان، فلفل احمر، فلفل اصفر، فلفل اخضر، مع طماطم، مع خيار، مع خيار، مع الجرجير، مع الخس، مع الحاجات دي. بس الواحد في كمان اللي هو اسمه البروكولي ده، ولا البروكلي، بروكلي. معين ما بحبوش، بيقولوا ده مفيد جدا. انا ما بحبوش، بس يعني هو ما بلاقيه باكل، بلاقي يعني ساعات اشوف كده، اقول ده كرومب مثلا، يعني بيستهبل، اقنع نفسي ان اللي ده طرش بتاع حاجه زي كده. انت مش غاوي طرش يا ريس؟ لا، ازاي؟ ده انا كنت باخد بقى ايه ولادي اول يوم رمضان، اروح سيدنا الحسين عند الحاج حسين، يا سلام، الله يرحمه، وكان ده بقى ترشجي ترشجي طبعا، وكان ولاده بقى هم اللي، ولازم اول يوم رمضان، اول يوم رمضان اللي هو بقى اخدهم برحله وديهم الحلميه. وايه ارتباط الترش لهم برمضان؟ بيت هنا، وكنت بقعد في الحته دي، وكنت بلعب كره في الحته دي، وكنت بعمل في الحته دي، هي بتبقى ليا كمان اكتر يعني طبعا، وبقول لهم انا منين بالظبط يعني، خد بالك، وباخدهم اروح سيدنا الحسين في اول الدراسه كده، عند الراجل بتاع الترش، كنت لاقي بقى امم، وكنت بقى اقعد اتفرج الترشاجي وهو بيحضر الترشي، دي متعه في حد ذاتها، وهو بيقطع الخيار، وبيقطع الخيار وبياخد من ده مش عارف ايه، وبياخد من ده ايه، وبياخد من ده تك تك تك، وبعدين ميه من هنا وميه من هنا، مش عارف ايه، وترشي من هنا، وحاجات زي كده، وعايز ميه حراقه، ولا ميه حراقه، وكتر الدقه، كتر بتاع، بتبقى الشغل بقعد اتفرج يعني، ما ببقاش عايز وايده كلها حمراء مكان الميه والبنجر، تقطيعه الخياره دي، ده 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 فن، فنان، فنان، يعني مهني. بمناسبة رمضان يا أستاذ، أنا أفتكر زمان وأنا صغير، يعني إيه، من فترة قريبة كنت في إيطاليا مع جماعة أصحابنا، وواحد اللي واخدنا بيفسحنا وبتاع عربيته مش راضية تتدور، أنا إيه بقى لابط في أي حاجة، فقلت له دي هي مسربة كهربا، بس نجيب طوبة وندق على البطارية هتشتغل، أقلب إيطاليا على طوبة. ما لقيتش طوبة، مفيش طوبة، لا افتكرت وانا صغير واحنا عندنا في الشارع، عايز طوبه يا خبر اسود، ده جنبيك على طول. فواحد كنت قعدت متضايق منه فتره طويله، طوبه مره، واللي هو ايه بتاع طوبه ولا زلطه؟ زلطه، زلطه، وحدفني في دماغي، دي يا خبر اسود. الراجل ده قعدت، مش هو مش راجل، الواد ده ساعتها انا كنت متضايق منه جدا، بس يومين لقيته جاي بيصفر لي من تحت البيت، وانت فين بتاع، رحت نزلت ولعبنا ونسيت. فكرة التسامح عندنا واحنا صغيرين، هل بتختلف عندنا لما بنكبر؟ يعني مساحة التسامح موجودة في كل شخص، لكن دي نفسها واحنا صغيرين غير واحنا كبار مثلا. انا عندي قوة العفو والتسامح فعلا، هي دي قوة. يعني انا مثلا مرضتش اكرم مع السيدة خيرية البشلاوي، انا اقولها لك بمنتهى الصراحة يعني، لما جه الاستاذ علي ابو شادي قال لي هنكرمك انت ويسرى والاستاذ سمير سيف، انا عملت مع سمير سيف افلام جميله جدا طبعا، وعملت مع يسرى افلام جميله جدا، يعني انا ليا في يسرى كتير يعني طبعا، وقلت له ده حتى افيش جميل جدا، انا موافق. رحت باريس ورجعت لقيته حاطط السيده خيريه البشلاوي. السيده خيريه البشلاوي تقوم الصبح قبل ما تشرب فنجان القهوه تشتم عادل امام، واخد بال حضرتك؟ المهم قلت له لا، انا ما اكرمش مع السيده خيريه البشلاوي، يعني مش ممكن، يعني الاختيار خاطئ، اختيار يعني ما واخد موقف حضرتك، واخد موقف يعني، قلت لا مش رايح وما روحتش فعلا. اول امبارح جات لي حاله من الصفاء كده والطهاره القلبيه والصفاء النفسي، فقلت اكلم السيده خيريه البشلاوي فعلا. فليا صديقي استاذ محمود موسى، هي صحفي جميل جدا،
وفي علاقه ود وحب كده بينه وبينه يعني. راجل طاهر كده وجميل خفيف ولذيذ جدا. قلت له تعرف تليفون مدام خرابش؟ قال لي قوي. قلت له هات لي كمان تليفون طارق الشناوي. يا سلام. فروحت مكلم السيده خيريه المشلاوي. كلمتها؟ قلت لها مدام خيريه المشلاوي؟ قالت لي ايوه. قلت لها انا عادل امام. عارف في ثانيتين كده صمت. وبعت لي اهلا وسهلا. قلت لها انا بعتذر لك وانا في حاله طهاره وفي الايام المفترجه دي. انا حاسس ان انا اخطات معاك فانا وقلت لها انت قيمه فنيه كبيره، لما قيمه فنيه كبيره تشتمني ده بيزعلني. قعدت تضحك ضحك. وخلص الموضوع. وخلص الموضوع من التليفون. من التليفون بعد فتره زمنيه طويله. بعد فتره طويله جات لي حاله من الطهاره كده ما تفهمش. كلمت الاستاذ طارق الشناوي. وهو عاده يعني متخصص في شتيمه عادل امام. فقلت له ما لقيتهوش، هو كلمني. فهو يحب قوي يقول لي ما قلوش يا استاذ عادل وقتها. يقول لي ايوه عادل. يعني خد بالك. قلت له انت عيان ولا حاجه؟ قال لي ليه؟ قلت له بقالك مده ما بتشتمنيش خير يعني انا بسال على صحتك. قال لي لا اصل كنت في باريس وبتاع. قلت له طب كنت خليك في باريس، ده باريس دي بلد جميله خالص يعني. ويعني عيدت عليه. جميل. وكان نفسي اعيد على كل الناس اللي شتموني. يعني طبعا ما كانش فيه، مش ممكن لانهم كتار قوي. لا لا والله يا استاذ يعني اقول لحضرتك حاجه يعني بجد، احنا النهارده لما بنقف ونقول عادل امام فاحنا قدام قيمه كبيره. اصل انا مش بقول ده عشان حضرتك قاعد قدامي. اشكرك يا عشم. اشكرك يا عم. في كمان حاجه، انك اتجاهك السياسي محسوب عليك فنيا. انت مالك؟ انت ليك علاقه بالفن اللي انا بعمله؟ يعني انا بيسالني الاستاذ عمرو الليسي. تمام. عملت معاه موضوع جميل حقيقه، وهو كان صريح جدا معايا. فقال لي انت صحيح فعلا يعني في صف الاستاذ جمال مبارك؟ قلت له هو الاستاذ جمال مبارك مش مواطن مصري؟ قال لي اه. قلت له من موقعه السياسي مش من حقه ان يرشح نفسه لرئاسه الجمهوريه؟ قال لي اه. قلت له وانا مواطن مصري ومن حقي ان انا ارشح الانسان اللي انا عايزه. مش دي ديمقراطيه برضه ولا دي؟ فابتدوا الناس الجرايد التانية اللي هي ضد السيد جمال مبارك يشتموني كمان في ايه؟ في فيلم بوبوس يعني. واخد بالك؟ تمام. يعني لاسباب اخرى غير الفن. لاسباب غير الفن. تمام. هقول لك على حاجه. انا حما بنتي اخواني. تمام. لما جه يخطب ساره بنتي كنا في العجمي، هم جايين طبعا كان في قلق لانهم عارفين موقفي من الاخوان. تمام. قال لي استاذ عادل في حاجات قدريه كده، يعني انا اخواني من وانا عندي 19 سنه ملوش علاقه بالسياسه ولا بتاع، انما انا اخوان من عندي 19 سنه يعني. قلت له وانا كنت عضو حزب العمال والفلاحين الشيوعي المصري وانا عندي 16 سنه، نقرا الفاتحه؟ قال لي نقرا الفاتحه. دي كلها حاجات قدريه يعني. يعني وابنه بيتعلم في الجامعه الامريكيه يعني، راجل محترم. عندها يعني ايه ساره دلوقتي؟ ساره عندها امينه. وعندها هاله صغيره ما شاء الله، وقعت عيني على طرقتها على قريتها. يعني انا اصل اي حاجه تحصل لاحفادي بيكاد 500 عفريت طبعا. يعني انا لاممهم كلهم معايا في القريه في المنزل الريفي. انا دي اجمل حاجه عجباني. يعني وجود رامي ما شاء الله ومحمد وساره وكل حد بيته حواليك. الصبح بيجوا لك اولادهم الاحفاد. في بقى اللي هو زيزو. اللي هو عز الدين ده اول واحد، ده متصور اللي انا الشيطان اللي بيطلع في التلفزيون. فبيخش عليا في السرير بالضرب، يبقى هو ايده ناشفه. بالبنيات بالبتاع. ليه يا ابني كده؟ ما بقاش فيا صحه زي الاول يعني. تتذكر حضرتك اليوم اللي رامي جه؟ اليوم اللي جه فيه رامي. تتذكر حضرتك اليوم ده انت كان حالتك عامله ازاي؟ انا هحط لك ده، مش بالضروره تجربه لان انا هو ده الاكل بقى، تحط البتاع ده وهي دي الكمبوره. لا ده اسمه ايه؟ كمبوك. التنبوك. التنبور. الايه اسمه ايه؟ الكومباو. كومباو. الكومباو. هو ده الكومباو اساسا. بس انا انصحك الاول ما تجربش، لما اجرب لك انا الاول واقول لك ايه الاخبار. ثانيه واحده. العده اهي.
رامي يوم ما جه كنت حضرتك بتعرض مسرحيه او كنت بتتصور فيلم او حاجه؟ لا انا كنت مش فاكر كان عندي ايه بالظبط بس انا فاكر يوم ده كنت شاري عربيه جديده اللي هي 128 واخد بال حضرتك وكانت مراتي في المستشفى وبتولد انا قبل مراتي ما تولد قلت لها بصي انا هروح اسكندريه عشان يعني عندي شويه حاجات قد اسكندريه مين انا عايز اهرب انت مش عايز تحضر اليوم خايف انما المهم رحت في المستشفى دخلوها اوضه العمليات انا نزلت خدت لفه بالعربيه وجيت لقيت في الخيال بتاع المستشفى مستشفى الدكتور الكاتب ففي اوضه العمليات ليها ازاز مدور ولقيت ايد ماسكه بيبي والبيبي ده بيعيط انا قلت ده ابني ما كانش فيه لسه السونار ولا حاجات زي كده ما كنتش عارف ولد ولا بنت لا لا لا, لا. ما حبيتش ده يعني فما كانش موجود امين فقلت ده ابني طلعت قالوا لي مبروك رامي جه انت كنت متوتر خايف تطلع خايف ولقيت عينيا كده راحت رغرغه دخلت طبعا المره دي كانت عايزه تدخلني معاها اوضه العمليات دي موضه عجيبه مش فاهم ايه الموضه العجيبه دي حاجه غريبه لا لا جدا لا 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 ويزعلوا لو ما دخلتش اوضه ازاي يعني ازاي يعني بقى مرت ايه يعني بيعملوا فينا كده ليه يا استاذ